في سابقة هي الأولى من نوعها، توجهت القبس الإلكتروني بالسؤال عبر مكبرات الصوت لجماهير النادي العربي عن تواجدهم بكثافة في المباريات خلف الفريق رغم أزمة الإيقاف الرياضي. فكيف أجاب رئيس رابطة المشجعين؟ أن الإيقاف موجود على الكرة الكويتية، لكن اليوم الجمهور العربي تارس المدرجات. شنو الرسالة اللي بتوصلونها حق الرياضيين؟ رسالة أن إحنا الجمهور الكويتي، إحنا جمهور المنتخب، إحنا الجمهور العربي، إحنا جمهور الزعيم، إحنا كل شيء من الكويت. إذا حضر الجمهور العربي يترس الملعب يسكر حلوج الكل العربي متى ما عاد والجمهور ترس، كل الإعلام تتكلم بالعربي. شوية بس الحين حاليا بس العربي اللي قاعد يحضر، بس العربي لا تقول لي جمهور ثاني ما في جمهور. تقعد تقول لي ملكي، أي ملكي؟ ملكي ما عنده جمهور؟ ملكي لحظة، ملكي هذا نادي ملكي مكسر؟ هذا ملكي مكسر؟ تعال صباح سالم شوف، مش صدقك أنت؟ هذا العربي، العربي تاريخ، الجمهور حتى عن جمهور طالع الجمهور شوف المؤسسة شلون مدروسة، جمهور العربي.